مقال اليوم ضيفنا فيها الأستاذ عريب الرنتاوي ضمن مقاله الشرق الأوسط وسباق ربع المتر الأخير بين الدبلوماسية والحرب. الأستاذ عريب معنا عبر سكايب، أهلا بك معنا أستاذ عريب. أهلا وسهلا. بداية، كيف قيمت المعلومات والتحليلات والانطباعات التي دفع بها محللون وسياسيون ومراقبون للحديث أن المنطقة ذاهبة باتجاه سخونة أكثر وربما تفضي إلى مربع المواجهة؟ كيف وزنت ما لديهم من معلومات واحتمالات؟ يعني في الحقيقة يجدر متابعة التطورات الميدانية يعني قبل التنقيب فيما كتبه المحللون والمراقبون. نحن رأينا انفلاتا إسرائيليا وعربدة إسرائيلية في الأشهر الأخيرة. إسرائيل ترسل بالسفينة إلى حقل الكاريش غير آبهة بلبنان ولا برادات أفعاله ولا بمصالحه. إسرائيل تكثف غاراتها وتخرج مطار دمشق عن الخدمة وتعربد في السماوات السورية كيفما شاءت. إسرائيل تصعد حربها السبرانية والاستخباراتية ضد إيران في العمق الإيراني، اغتيالات، عمليات غامضة، استهداف منشآت نووية، منشآت لإنتاج الطاقة، وتبلغ الجرأة بإسرائيل حد يعني استخدام طائرات مسيرة في الداخل الإيراني. طبول الحرب التي تقرع في تل أبيب في هذه المجال وحديث إسرائيل المتكرر أنها ستمضي في التصرف منفردة في البرنامج النووي الإيراني سواء باتفاق في فيينا أو من دونه، كلها مؤشرات في الحقيقة تسمح على الاعتقاد بأن إسرائيل يعني قد تشعل الفتيل سواء في غزة كما كنا على وشك انفجار مع مسيرة الأعلام، أو في لبنان ترسيم الحدود البحرية، أو في سوريا، أو حتى في الداخل الإيراني. هذه هي الأرضية التي ينطلق منها المراقب أو المحلل السياسي في هذا المجال. طبعا طرأ تطور مهم بعد كتابة المقال في الساعات 24 الفائتة، وهو حل الكنيسة الإسرائيلي. نعم، أنا كنت سأذهب بك إلى هذا السؤال التالي، يعني كان سؤالي التالي: هل حالة التهلهل السياسي والذهاب إلى انتخابات خامسة في 3 أعوام لدى الكيان الإسرائيلي ستغير شيئا من هذا التسارع الدراماتيكي؟ هذه السخونة هل ستتغير أو تؤثر عليها؟ يعني من الخبرة التاريخية في التعامل مع حكومات إسرائيل المتعاقبة، يعني إسرائيل يصعب عليها أن تبدأ حربا هجومية في الوقت الذي تمر فيه بحالة انتقال بين حكومتين وكنيستين. لكن إسرائيل لن تتورع يعني عن الدخول في حرب شاملة إن شعرت لأي سبب من الأسباب بأن هناك تهديدا لأمنها الوطني في هذا المجال. لذلك إسرائيل ممكن أن تذهب، ولكن في حالات أكثر صعوبة، إلى حرب شاملة مع إيران. لكن أن تبادر هي يعني بإطلاق هذه الحرب في الوقت الذي يعني رئيس الوزراء يسلم إلى وزير الخارجية والحكومة تصريف أعمال والكنيسة حلة، أعتقد أن هذا يضفي بعض البرودة على الأجواء الساخنة في هذا المجال. لكن ماذا لو يعني كما تشير المعلومات بدأت إسرائيل بضخ الغاز يعني من المياه اللبنانية؟ ماذا إن تعرض حزب الله لهذه السفينة؟ هل ستقف إسرائيل مكتوفة الأيدي بحجة أنها في حكومة انتقالية لتصريف الأعمال؟ في ظني لا، هذا لم يحدث. المستوى العسكري والأمني سيتصرف بمعزل عن المستوى الحكومي، والحروب هي عملية من صناعة المستويين الأمني والعسكري وليس المستوى السياسي إلا يعني أن يأخذ القرار في هذا المجال. بعد ذلك المسألة لا تدار من قبلك. نعم، لو تحدثنا عن العامل الأمريكي في كل هذا التسخين أستاذ عريب، الولايات المتحدة كانت واضحة، جو بايدن كان واضحا في حديثه لبنت أثناء زيارة الأخير لواشنطن: لا نريد تصعيدا بالمنطقة، لا نريد ما سماه بعض المحللين قفزات فردية من تل أبيب باتجاه طهران دون التنسيق مع واشنطن. نعم. إلى أي مدى هذه المحددات الأمريكية أيضا عامل مثبط لأي يعني فورة عسكرية إسرائيلية منفردة تجاه إيران؟ أيضا يعني هذه التصريحات المنسوبة لبايدن في حديثه مع بنت يعني ربما تكون سبقت ببعض الوقت يعني التعثر الشديد الذي أصاب مسار فيينا التفاوضي. نعم.
كانت هناك مر هذا التفاوض بلحظة انفراج، وانفراج كبير إن كنت تذكر، وكانت التحذيرات والتكهنات تتحدث عن أيام وربما أسابيع في الحد الأقصى لإبرام الاتفاق. لكن مذ ذاك الحين رأينا يعني انهيارا في هذا المسار التفاوضي. منذ منتصف آذار الفائت لم يطرأ أي تقدم ولم تجري أي جولة حوار جدية إلا عبر الوساطات المعلنة والخفية في هذا المجال، لكن مسار فيينا معطل منذ أواسط آذار مارس الفائت. هنا في الحقيقة على بايدن أن يجيب، هل يريد العودة إلى أقصى العقوبات، التكتيك الترامبي المعروف في التعامل مع إيران، هل ينوي الذهاب إلى عملية عسكرية شاملة أم جزئية في هذا المجال؟ التدريبات التي أجرتها الولايات المتحدة مع إسرائيل والتي تحاكي عمليات في لبنان وأخرى ضد إيران وثالثة في أماكن أخرى، يعني تشير بأن الولايات المتحدة يعني قد لا تمانع قيام إسرائيل يعني بتوجيه بعض الضربات يعني الجراحية لأهداف يعني متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وقد يشير وتشير أيضا إلى أن الولايات المتحدة ممكن أن تقدم دعما لوجستيا في هذا المجال، لكن حتى الآن لا أظن أن الولايات المتحدة بصدد الدخول في حرب ثالثة في هذه المنطقة في غضون يعني عقدين من الزمان. لا أظن أن الولايات المتحدة المنخرطة في حرب كونية مع روسيا في أوكرانيا وعليها بوارد فتح جبهة جديدة في هذا المجال، لكنها يعني ستغمض العين وربما تعطي ضوءا أخضرا، لكن دون أن يصل إلى مستوى الحرب. هل يمكن، يعني تفضلت بنقطة هامة وهي أننا كنا قاب قوسين أو أدنى من توقيع الاتفاق النووي، وفجأة أصبحنا أمام واقع جديد وسياسة تصعيدية واضحة جدا في المنطقة ضد إيران، هل نستطيع أن نقول أن وقف هذا التسارع في توقيع الاتفاق النووي كان ثمنه أخذ ضمانة من تل أبيب بعدم التفرد بشن حرب؟ هل نستطيع وزن ذلك سياسيا؟ يعني أنا شخصيا أستبعد ذلك، يعني أستبعد أن يكون، ليس لدي معلومات ولكن أستبعد أن يكون أمرا كهذا قد حصل. الولايات المتحدة راغبة بالاتفاق ولكنها غير قادرة على الوفاء بكل التزاماتها حيال طهران. إيران راغبة بالاتفاق ولكنها لا تستطيع أن تتخلى عن الحرس الثوري، فهو بخلاف المنظمات المدرجة على القوائم الأمريكية السوداء للمنظمات الإرهابية، الحرس الثوري هو جهاز رسمي حكومي بهذا المعنى، وهو المنظمة الحكومية الوحيدة المدرجة على القوائم الأمريكية السوداء في هذا المجال، هو العمود الفقري للقوة العسكرية الضاربة في إيران، وهو العمود الفقري للاقتصاد الإيراني. نعم، ما يعادل نصف الاقتصاد الإيراني يتبع للحرس الثوري ومؤسساته الاقتصادية في هذا المجال. لذلك ليس من السهل على إيران أن تتخلى عن مطلبها برفع الحرس الثوري من قوائم واشنطن السوداء، وليس بالسهل على إدارة بايدن يعني أن تذهب بعيدا في رفع العقوبات. وكلا الطرفين يواجه تحديات داخلية بالأساس تمنعه من اتخاذ الخطوة التالية وتقديم التنازل الأكبر. نعم، حددت إدارة بايدن في سياستها الخارجية فور تسلمه مهامه في البيت الأبيض أن السياسة الخارجية الأمريكية هي باتجاه الصين وتعاظم قوتها وما إلى ذلك، بالتالي هناك شبه عزوف عن منطقة الشرق الأوسط وقضاياها. إلى أي مدى هذا أيضا سيشكل حجر عثرة بوجه كل من يذهب باتجاه موضوع التسخين لكي لا تعود مرة أخرى واشنطن للمنطقة؟ أستاذ عري، يعني بس دعني أصحح بعض المعطيات كما أعتقد. يعني أنا في رأيي أن التوجه يعني وانتقال مركز الثقة الأمريكي من منطقتنا إلى المحيطين الهادئ والهندي هي سياسة عابرة للإدارات وعابرة للحزبين الحاكمين، وبدأت منذ ولاية أوباما الأولى، وفي ترامب كان أيضا يذهب في هذا الاتجاه، والآن بايدن. هذا أولا، يعني هذه رؤية استراتيجية أمريكية عابرة للإدارات والأحزاب، هذا أولا. ثانيا أعتقد أن هناك رغبة إيرانية في رؤية الولايات المتحدة تغادر هذه المنطقة، لكن هذه الرغبة تواجهها رغبة معظم حلفاء واشنطن في المنطقة في الإبقاء عليها وعلى وجودها وتأثيرها وقيادتها في هذا الإقليم. وربما في هذا السياق تندرج زيارة بايدن القادمة
ولقاءاته في إسرائيل أو في جدة مع حلفاء واشنطن في هذا المجال، البعث برسائل اطمئنان بأن واشنطن ما زالت موجودة وما زالت مهتمة ولا زالت يعني ترعى مصالح حلفائها وأصدقائها في هذا المجال. لكن السؤال يعني هل يصل هذا الأمر بالولايات المتحدة إلى المغامرة بدخول حرب جديدة ومع عدو بحجم إيران؟ أعتقد أن هذا سؤال يصعب الإجابة عليه، لكنني أستبعد في ظل الأداء المرتبك والعاجز لإدارة ترامب في الشؤون الداخلية والخارجية أن تفعل أمرا كهذا. ويزداد الأمر يعني ترجيحا لدي بفعل انهماك واشنطن الكلي يعني في حرب أوكرانيا في هذا المجال، وباعتبارها مسألة مصيرية، مسألة حياة أو موت بالنسبة للنظام العالمي القائم. نعم أستاذ عرايب. نعم، إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال من المصدر مع الأستاذ عريب الرنتاوي في إطار حديثه عن الأسباب الموجبة وغير الموجبة ربما لتدحرج الأحداث في منطقة الشرق الأوسط باتجاه التسخين. كان مقاله مبنيا على فكرة أن المنطقة ذاهبة باتجاه تسخين ولربما بدايات لإرهاصات حرب ما بين الكيان الإسرائيلي وما بين إيران والمسببات الدافعة والمثبطة لهذا التوجه. بكل الأحوال كل الشكر لك أستاذ عريب الرنتاوي على حضورك ووجودك معنا ضمن مقالك الشرق الأوسط وسباق ربع المتر الأخير بين الدبلوماسية والحرب.